كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم سوف أقدم لكم فيديو حول بعض العادات التي يلتزم بها الطلاب الناجحين في دراستهم كي يحصلوا على مراكز عالية إن شاء الله. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، يلا خلينا نبدأ. طبعا أول شيء هو تنظيم الوقت. يقوم الطلاب الناجحون بجدولة أوقات محددة للدراسة والمذاكرة خلال الأسبوع والشهر، وبذلك يمكنهم الموازنة بين حياتهم التعليمية والاجتماعية والترفيهية لتحقيق التفوق الدراسي. ثانيا، وضع خطة لتحقيق الهدف. أن تدرس دون تحديد هدف أمر يفتقر إلى الفعالية. إذا ضع هدفا دراسيا كالحصول على المركز الأول أو التحصل على نقاط جيدة كي تعرف بالضبط ما عليك إنجازه طوال السنة الدراسية. ثالث نصيحة وهي عدم التأجيل. يؤجل بعض الطلاب جلستهم الدراسية بسبب عدم اهتمام ببعض المواد الدراسية أو بسبب الكسل أو لأن المادة صعبة جدا، لذلك يحرص الطلاب الناجحين على عدم التسويف والتأجيل لما خططوا له. رابعا وهو تدوين الملاحظات. هناك بعض المعلومات المهمة التي تذكرها المعلمة وغير مدونة في دفتر الدروس، وفي بعض الأحيان تطرح أسئلة في الامتحان في هذه المعلومات، لذلك حرص دائما على تدوين الملاحظات. وأخيرا المراجعة. يفضل أن تكون المراجعة في نهاية الأسبوع، حيث يقوم الطلاب الناجحون بمراجعة كل ما درسوه خلال ذلك الأسبوع، وبالتالي يسهل عليهم الأمر خلال فترة الاختبارات. أتمنى أن كان قد أعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. أحبكم.